ثانك يو فيري ماتش دكتوره وفاء عزت. وطبعا اللي عشان اللي من بره عين شمس، دكتوره وفاء عزت بايونير في الهيماتوبويتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن في عين شمس. وثانك يو فور ستيكينج تو ذا تايم. ننتقل دلوقتي لاخر محاضره، وهي الحقيقه بوستبون من واحده بعدها كمان. في كمان؟ طيب مش اخر محاضره. المحاضره دكتوره مها زكريا، مدرس الاطفال بجامعه عين شمس. الدكتوره مها زكريا، عنوان المحاضره SMA Therapeutics What Does Literature Say. شكرا جزيلا دكتور خالد، شكرا لكل اساتذتي. ان شاء الله مش هطول عشان وقت الصلاه. هبتدي بس الاول ان احنا كان عندنا يمكن يعني ثورتين كده في عالم الـ SMA. اول حاجه لما حصل ابروفل لي اول دروك باي ذا اف دي اي في 2016، وبعد ما كنا بنقول ان مرض الاس ام اي خلاص، ما يعني اطفال غالبا سبورتد تريتمنت وكتير منهم مش بيكملوا عشان ريسبيراتوري وعلشان كومبليكيشنز كتير، بدا يبقى في امل. دي كانت اول حاجه. الحاجه الثانيه لما كان في مبادره رئاسيه يكلمنا عليها دكتور طارق اكتر، ان احنا ممكن ندخل الادويه دي مصر. طبعا ما يميز هذه الادويه ان هي غاليه جدا، هو اغلى دواء في العالم ب 2 مليون دولار، مش 2 مليون جنيه، 2 مليون دولار. خلينا بس نقول الاول ان هو الدريم ده اتحقق ازاي. احنا سنه 1891 كان في اثنين علماء، فيردينج وهوفمان، اكتشفوا هذا المرض عن طريق اوتوبسي لعيانين عندهم بعد لما ماتوا، لقوا ان عندهم ديجنريشن في الانتيريور هورن سيلز، وكانوا هايبوتونيك وهايبوريفلكسيك وبيموتوا within يعني the first two years of life. بعديها تقريبا بحوالي 100 سنه، ماشي، سنه 1990 تم اكتشاف الجين بتاع الاس ام اي، وبعديها بخمس سنين اكتشفوا اللوكس. وفي التسعينات عموما كنا اكتشفنا الجينز كتيره، وبدات حلم بقى ان احنا نشوف جين ثيرابي. في سنه 2022 احنا عندنا ثلاث ادويه، اول دواء كان ابروف من الاف دي اي في 2016، وتاني دواء في 2019، وثالث دواء في 2020. هو طبعا الكلام يبدو حلم ويبدو ان هو ممكن يعني يساعد عيانين كتير، بس احنا عاوزين بالظبط نعرف احنا الليترتشر قايله ايه، وهل احنا فعلا يعني اي عيان اليجيبل او ان احنا نقدر نديله هذه الادويه، ونتوقع الريزلتس ايه، عشان برضو احنا الاكسبكتيشنز بتاعتنا ان عيان الاس ام اي هياخد الجين ثيرابي ويقوم يجري. فالحقيقه يعني ان من غير ما ندقق في الليترتشر ممكن ننخدع. يعني هتكلم بس بسرعه كده على الباثوفيسيولوجي بتاع الاس ام اي او السباينال ماسل اتروفي. المفروض ان احنا عندنا تو جينز اللي هم الاس ام ان 1 و2، وبيبقى عندنا مشكله في الاس ام اي بيشنتس في الاس ام ان 1، وده لانه الاس ام ان 2 المفروض ان هو بيطلع زي 10% بس من الفانكشنينج اس ام ان 2 بروتين، فلما بيحصل لوست للاس ام اي 1 اللي هو مسؤول عن ال 100 يعني 100% من الفانكشنينج اس ام ان بروتين، بيبقى كان عندنا بس 10%. واكوردنجلي الكوبيز بتاعه الاس ام ان 2 السيفيريتي بتزيد وبتقل، يعني كل ما عندنا اس ام ان 2 كوبيز اكتر كل لما السيفيريتي بتاعه الاس ام اي بتقل. طبعا احنا عارفين دوت بيأثر على الانتير هورن سيلز، وبيبقى بريزنتنج بي هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا بروجريسيف ماسل ويكنس اند اتروفي. طيب نتكلم على اول دروك خلاص، واحنا قلنا ده كان ابروفد في باي ذا اف دي اي ان 2016 اللي هو النوسي نيرسين، او التريد نيم بتاعه اللي اسمه سبينراز. ده انتي سنس اوليجونيوكليوتايد، المفروض ان هو تو تارجت الاندرلاين كوز اوف موتور نيورون لوس في الاس ام اي، بيشتغل على السبلايسنج بتاع الاس ام ان 2 كانه بيخليه يطلع يعني فانكشنينج بروتين اكتر، اوكي، عن طريق ان هو المفروض ان البروتين اللي بيطلع من الاس ام ان 2 دوت بيبقى فيه مشكله في الاكزون 7، فهو بيعمل بيعالج السبلايسنج دوت ويطلع فول لينث اس ام ان بروتين.
الدواء ده بيتاخد ازاي؟ بيتاخد في اول سنه 4 مرات، بتاخد في دي يعني بعد اول جرعه، وبعديها باسبوعين جرعه ثانيه، وبعديها باسبوعين جرعه، وبعديها بشهر، وبعدين بيتاخد كل 4 شهور في اللايف، وبيتاخد انتراثيكل، وده يعني صعوبته شويه ان احنا العيان دوت هياخد 3 مرات في السنه انتراثيكل انجكشن. بما ان هو اول واحد كان ابروفد، فهو الحقيقه معمول عليه ستاديز كتير، وخلينا برضو لما نعرض البرزنتيشن هنتكلم ان احنا هيبقى عندنا الثيرابيوتكس دي ترايلز بتاعتها على البري سيمتوماتيك، لانه بره في سكريننج بروجرام للاس ام اي ان احنا نكتشفهم من الاول خالص، وهنكتشف ان دول احسن ناس ادت ريزلتس. وبعدين الاس ام اي تايب 1، ودول بيبقوا الموست سيفير، ويليهم الناس اللي بتبان ليتر اونست ولس سيفيريتي اللي هم الاس ام اي تايب 2 و3. بما ان طبعا الاسبينرازا هو اكتر واحد يعني بقاله كتير ابروفد يعني، فهو عليه ستاديز كويسه. اول ستادي كانت معموله على البري سيمتوماتيك اسمها نيرتشر ستادي، ودي اون جوينج لحد دلوقتي، هي دي ميديان 2.9 ييرز، ودي كانت واخده 25 عيان بري سيمتوماتيك مكتشفين ما عندهمش اي حاجه، كلهم متاخدين قبل 6 اسابيع قبل لما يبان عليهم اي مانيفيستيشن من الديزيز. دول 100% منهم 100%، يعني 25 عيان، ال 25 they sat without support، و23 منهم walked with assistance، و22 منهم walked independent. طبعا دي results تحفة، بس دي في العيانين pre-symptomatic اللي هم أصلا ما عندهمش أي manifestation للديزيز. مقارنة طبعا بالnatural history of SMA show infants with type 1 would not survive or would require permanent ventilation at 13.5. هما الحقيقة 25 عيان دول مش متفنتلين خالص، كلهم عايشين، و they are gaining milestones almost في ال age appropriate يعني. طيب الستادي الثانيه بتاعتهم دي كانت معموله على تايب 1، ودي كان اسمها اندير ستادي، ودي مدتها كان 13 شهر، فيها عيانين الحقيقه برضو عددهم كويس، فيها 121 عيان عندهم ايرلي اونست اس ام اي ابتدى قبل سن 7 شهور مع الفيرست دوز اوف ذا دراج. دي البرايمري اند بوينت بتاعتهم هو ان احنا نو داث، او ان احنا مش محتاجين بيرمننت اسيستد فنتيليشن، ودي كان فيها برضو سيجنيفيكانت امبروفمنت ان العيانين اللي اخذوا السبينرازا كان 61% منهم ما حصلهمش داث وما احتاجوش فنتيليشن، الانتريتد كانوا 32%، فكانت سيجنيفيكانت ريزلت. ودول لو قارنا 51% versus 0 achieved motor milestone responder criteria بالديفينيشن اللي مكتوب عندنا، دول 22% منهم عملوا full head control، 10% supine to prone rolling، 8% عملوا independent sitting، و only 1% stands. فطبعا احنا شايفين فرق الريزلتس عن العيانين البري سيمتوماتيك اللي هم almost age dependent motor milestones acquisition، والعيانين التانيين اللي احنا يعني يمكن احسن حاجه فيهم ان هم عملوا head control. العيانين later onset ودول كانت تشيرش ستادي، ودي اخذت 126 age from 2 to 9 years at time of screening، ودول 100% منهم sat unsupported and 20% could walk with support no patient was able to walk independently. الدواء الثاني، وده بقى الدواء اللي ب 2 مليون دولار، ده الحقيقه هو جين ثيرابي، هو بالظبط بياخد delivering a copy of fully functioning gene بتتحط على فيروس معين، ودي بتتاخد once in life IV، وهو approved للتريتمنت اوف تشيلدرن less than 2 years old. دول اشتغلوا على 30 pre-symptomatic patients برضو ما كانش عندهم اي manifestation، وكان عمرهم اقل من 6 شهور في الفيرست دوز، ودي still ongoing clinical trial for follow-up. وبرضو 100% من ال pre-symptomatic patients ما احتاجوش خالص ongoing mechanical ventilation لحد دلوقتي.
هم بس كانوا الريزلتس بتاعتهم اختلفت اكوردنجلي ان العيان دوت عنده 2 كوبيز من الاس ام ان 2 ولا 3 كوبيز. واحنا اتفقنا ان كل لما الكوبيز بتزيد كل لما السيفيريتي بتقل. في العيانين اللي عندهم 2 كوبيز 79% achieved sitting without support for more than 30 seconds, 29% achieved standing alone for 10 seconds, 36% achieved walking alone. في العينين اللي كان عندهم 3 copies of SMN2, 53% achieved standing alone for more than 3 seconds, 40% achieved walking alone, and 80% achieved standing with assistance. تعالوا بقى نشوف الريزلتس بتاعت الـ SMA Type 1. ودي كانت اسمها ستارت ستدي، دي كانت فيز 1 كلينيكال ترايل، كانت الاول اتعملت لمده سنتين وبعدين عملوا لونج فولو اب تيرم لحد 5 ييرز. ودي كان فيها اونلي 12 بيشنتس، مختلفه طبعا الارقام عن الاسبينرازا لان هو يعني هو لسه دواء برضو ستيل جديد. يعني العينين اللي اتاخدوا في الاس ام اي تايب 1 كانوا بيفور 6 مانس اوف ايج. في الستارت لما اللي هي ال 24 month completion 92% achieved heart control, 75 rolls from back to side, and 92% could sit without support for 5 seconds, while 75% could sit without support for 30 seconds. Only 2 patients out of the 12 could stand and walk alone. في long term follow up 100% all maintained motor milestones achieved at the end of start, and 2 patients gained the motor milestones of standing with assistance والباقيين كانوا زي ما هو. في ال SMA type 1 في برضو في يعني patient studied until 18 months of age of patients. ودي كان فيها لان الثانيه كانت phase 1 clinical trial، دي كان فيها 22 patients with SMA type 1 with onset of clinical symptoms برضو before 6 months of age. ودي ورت انه 85% achieved head control, 59 achieved rolling from back to side, 64 sit without support. يعني خلوا بالنا بس ان احنا الـ العيانين اللي could walk alone was only one patient، ان هم يمثلوا 5% من ال 22 عيان. الحقيقه لحد هنا يعني خلينا نقول انه بس يعني الفكره اللي يمكن اتغيرت لما رجعنا الليترتشر دي انه العيانين مش هياخدوا الجين ثيرابي ويقوموا يمشوا لو هم بالذات اس ام اي تايب 1. احنا يعني الريزلتس اللي طالعه او الافيكاسي بتاعه الدراجز كلها بتقارن الناتشرال هيستوري بتاع الاس ام اي دلوقتي، which is اكيد better. يعني لما 64% could sit without support فده برضو حاجه كويسه، لكن ما هياش الفكره ان احنا هناخد الجين ثيرابي والعيان يقوم يمشي ويجري. تالت دواء ده لسه واخد ابروفل الريزديبلام، لسه واخد ابروفل في 2020. طبعا ما يميزه هو ان هو دواء اورال، احنا قلنا ان الاسبينرازا كان بيتاخد انتراتيكل 3 مرات في السنه، والزولجنس ما بيتاخد اي في وانس. فالريزديبلام يتميز ان هو طبعا اورال، وان كان في بوينت ممكن نخاف منها فكره الكومبلاينس او انه حد هياخد دواء forever for life، دي ممكن تتاثر شويه او ان حد ينسى جرعه او يعني ده ممكن ياثر. وطبعا هو ما عليهوش حاجات لونج تيرم فولو اب ستاديز. يعني هو كان قلنا ابروفد في الاس ام اي في التشيلدرن والادلتس 2 مانث اند اولدر، ما فيش ترايلز على حاجه قبل كده. وهو برضه بيشتغل على كوركتنج ذا سبلايسنج اوف اس ام ان 2 وبيتاخد ديلي باي ماوث او الجي تيوب فور لايف. البري سيمتوماتيك لسه ما طلعوش ليها ريزلت لان هي لسه ستيل ريكروتنج. في الاس ام اي تايب 1 اخذوا 21 عيان من سن شهر لسن 7 شهور، وورت ان 41% منهم من اللي اخذوا الدواء دوت could sit without support for 5 seconds و 91 were alive without permanent ventilation. ويعني عايزه اقول برضو انه بره يعني انا لما سافرت الحقيقه وشفت العيانين دول، طبعا البيرمننت فنتيليشن دوت بيبقى معاهم في البيت، يعني مش زي بقى فكره ان احنا العيان البيرمننت فنتيليشن اللي موجود عندنا في الاي سي يو. فده الحقيقه مش بالنسبه لهم يمكن حاجه مهمه لانه العيان
هم حتى لو هو معاهم يعني على permanent ventilation فهو still في البيت وهم شايفين ان دي results still تعتبر satisfactory. يعني في study على later onset SMA بقى في risk plan اسمها Sunfish trial وزي 24 month study اخدت 231 participants انهم هي كانت على children و adult من سن سنتين لحد 25 سنة والresults اللي مكتوب عليها ان هم في clinically meaningful and statistically significant improvement في motor function بعد 12 شهر من الترايل دي. To sum up, احنا عندنا ثلاث أدوية نوسينيرسين والأوناسينوجين والريزدبلام. الكوست الحقيقة بتاعة النوسينيرسين بتكلف بالنسبة للإنتراثيكل سولوشن حوالي 133 ألف للخمسة مليليترز اللي هما طبعا احنا قلنا هي هتزيد أكوردنج لوزن العيان لأن العيان هياخدها كل أربع شهور فور لايف وهو بياخد أربع فور دوزز في أول سنة وبعدين بياخد ثلاثة كل سنة بعد كده. الزولجنسما once in life بتاخد IV وهي باتنين مليون دولار والريزد بلان بيكلف من حوالي 100,000 ل 340,000 كل ده in dollars وده daily for life. طبعا ده اللي هي الكوست الير اليرلي كوست. بالنسبة لي الايج النوسينيرسين ابروفد من الثري من دي 3 دايز اوف لايف لحد 80 ييرز اولد يعني ممكن يتاخد في النيونيتس. السولجنس ما بيتاخد في تشيلدرن less than 2 ييرز فهو لسه مش ابروفد في الادلت. في عليه ستادي دلوقتي ان هم بيحاولوا يدو انتراثيكال للادلتس والريزدبلام ايج 2 مانث اور اولدر. بالبريكوشنز بس ان النوسينيرسين طبعا انتراثيكال وان الزولجنسما بيتاخد على الـ زي قلنا ان هو بيتاخد على الاي اي في 9 فايرال كارير لان هو جين ثيرابي فول لينث بيتحقن للعيان فلو العيان عنده انتي بوديز اجينست الفيروس دوت نتيجه ان هو اصيب بيه قبل كده قالوا ان لازم نعمل سكريننج للانتي بوديز وهم كاتبين ان 5% بس اللي كان عندهم المشكله دي وبقيه العينين ما سببتلهمش اي مشكله. ثانك يو. Thank you, Dr. Maha, for a very elegant presentation and stuck to the time. Now we will shift to our last really talk.